زميلنا الدكتور احمد بيومي، وعايزين نتكلم بقى على مشوار اتحاد العاصمه في الكونفدراليه. طبعا في البدايه طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق ان شاء الله البطوله التاسع ان شاء السوبر الله التاسع باذن الله، باذن الله رب العالمين، واستكمال لمسيره البطولات ان شاء الله السنه دي. باذن الله طبعا حققنا 5 بطولات ان شاء الله، دي البطوله السادسه ان شاء الله. طبعا. بتفق مع حضرتك ان البطوله طبعا او الماتش ده هيكون صعب لاسباب كتيره. طبعا هنتكلم النهارده على ماتش في بدايه الموسم، بالظبط لسه الاهلي ما وصلش للبيك او مظبوط فورمه المباريات زي ما بنقول، مزبوط. سواء فنيا او بدنيا، بالظبط. بس طبعا المعسكر طبعا كان ليه فوائد كبيره جدا، وده طبعا يمكن اللي اتعلمناه في نظريات التدريب. يمكن حضرتك طبعا متخصص في النقطه ديت وعارف قد ايه دور الفتره الانتقاليه ما بين البطولات، ازاي المعسكر النهارده بيبقى مهم. النهارده انا مش فاكر اصلا اخر مره الاهلي عمل فيها معسكر امتى، من فتره كبيره. كان متعاقبه ورا بعض، مظبوط. طبعا دور المعسكر النهارده ان انت بتهيئ الفرقه من جميع النواحي، بدنيا مهاريا. بتتكلم النهارده برده على تجديد الدوافع. النهارده الاهلي النهارده كان اللعيبه راجع من 5 بطولات، فلازم النهارده تجدد الدوافع علشان تدخل في البطولات اللي بعد كده. فمن ضمن صعوبات المباراه انها في بدايه الموسم، مزبوط. نفس الكلام من ضمن الصعوبات ان انت النهارده بتلاعب فرقه من شمال افريقيا، طبعا سواء بتلعب مع الجزائر، مع المغرب، مع تونس، اي فرقه من في شمال افريقيا. دايما المباراه بتبقى فيها نديه، بيبقى فيها حماس من مع اللعيبه داخل الملعب. نفس الكلام برضو لو جينا بصينا على صعوبه المباراه، انت النهارده بتتكلم على بطوله في 90 دقيقه، فالنهارده خلال ال 90 دقيقه دول انت مطالب ان انت تحقق البطوله. فاكيد اتحاد العاصمه بعيدا عن النواحي الفنيه هيبتدي اللعيبه، ان النهارده هنشوف معدلات جري، هنشوف النهارده جهد مبذول بحيث ان هو خلال ال 90 دقيقه عايز يحقق بطوله تحسب له مره ثانيه. ده يمكن الجزء الخاص بالنواحي او صعوبه المباراه.